إخواني لا أجد من الكلمات ما أقوله في وجود علماء هابزة مثل الذين يجلسون بجواري، هذه أساتذتنا وعلماؤنا، فقد يعجز اللسان على التكلم في وجودهم. ولكن يعني أتمالك نفسي وأبدأ كلماتي هذه بتهنئة لشعب مصر الحر بثورته المجيدة، ثورة 25 من يناير، الثورة التي أبهرت العالم وشاهد لها القاسي والداني، الثورة الذي نظام بائد مستبد أزاحته إزاحة بلا عودة. ونتقدم بالتعازي لأسر شهداء هذه الثورة، ولن ننسى أبدا ما قدموا لمصر وشعبها من أرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية. وفي هذا الشهر أيضا، شهر يناير شهر الثورة، أتقدم لشعب مصر الحر الأبي بالتهاني على نجاح دستورنا الجديد الذي أقر منذ أيام قلائل، أقر بفضل الله تعالى ثم فضل القائمين على تسيير هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد. الدستور الذي هو أول خطوة من خطوات خارطة الطريق الذي وافق عليها الشعب كله، وأولهم حزب النور، الحزب الذي يهاجم اليوم من أناس كثيرون، الحزب الذي دافع عن الوطن ودعم الدستور بهدف دفع الوطن للأمام وحقن دماء المصريين، لا من أجل مناصب ولا كرسي زائلة، فقط من أجل الله والوطن الذي نعيش فيه ونقيم ديننا عليه، لأن الدين لا بد له من وطن، ونحن نعتز بوطننا ومصرياتنا كما نعتز بأبنائنا أبناء القوات المسلحة الذي هم صمام الأمان للأمة العربية ولمصر بأسرها. في الوقت الحالي لا يوجد جيش في الأوطان العربية مثل جيشنا، وهذا شرف لنا وهذا نعتز به جميعا. الجيش المصري الوطني مكون من أبنائنا وأخواتنا وليس عسكر كما يقولون. الوقت الحالي القوات المسلحة أفشلت مخططات تقسيم مصر بأسرها كي لا نصل إلى سوريا ولا السودان ولا العراق، فالذين يقولون يسقط حكم العسكر إنما يريدون إسقاط مصر وليس العسكر. الذين يقولون يسقط حكم العسكر يريدون سقوط مصر وليس العسكر. والآن يمر بنا الوقت والزمن لاتخاذ ثاني خطوة من خطوات دفع الأمة للأمام، ألا وهي انتخابات الرئاسة. وقد أجمع الشعب المصري على أن الفريق السيسي هو الرجل المناسب في هذه الأيام الذي نمر بها، لأن مصر في هذه الأيام تحتاج إلى رجل قوي صاحب شخصية وطنية. وقد قام حزب النور والجبهة الوسطية بتأييد ذلك والسعي لتحقيقه لمصلحة مصر التي هي فوق الجميع. اللهم اجعل مصر بلدنا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. السلام عليكم.